السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. نتحدث اليوم عن قبة موجودة في المصلى المرواني. هذه القبة هي قبة مهد عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه القبة كما قلت لكم موجودة في الزاوية الجنوبية الشرقية للمصلى المرواني. زوروها وتعرفوا عليها، ففيها درس تربوي مهم جدا. هذه القبة شيدت تخليدا لذكرى مريم عليه الصلاة والسلام. هذه القبة تسميتها باسم مهد عيسى، قبة مهد عيسى، لا تعني أن عيسى ولد هنا في هذه القبة، وإنما هذه التسمية هي تسمية رمزية لتذكرنا بمريم عليه الصلاة والسلام. مريم عليه الصلاة والسلام التي كانت تسكن عائلتها، وهي عائلة آل عمران، كانت هذه العائلة تسكن عند باب الأصباط من الخارج، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. ومريم هذه ابنة عمران، هذا الرجل الذي خلد اسم عائلته في سورة من القرآن الكريم هي سورة آل عمران، وكانت زوجته قد نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. فكان هذا المولود الذي في بطنها، وتعلمون القصة، كانت مريم عليها السلام. ولأنها نذرتها لخدمة بيت المقدس ولنصرة بيت المقدس، فقد عاشت مريم عليها السلام في أكناف بيت المقدس، وكانت تعتكف في هذا المسجد، ولذلك وضعوا قبة مهد عيسى لتذكرنا بالمكان، أو بالمكان الذي كان يعتقد أن مريم تعتكف فيه، أو في مكان قربه، لأن الله عز وجل أيضا قال في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال كثير من العلماء هذا المكان الشرقي هو الناحية الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، ليس هنا تماما عند قبة مهد عيسى، لعله يبعد من هنا عشرات الأمتار أو أكثر من ذلك أو أقل، لكن وضعت هذه القبة لتذكرنا بمريم التي نذرتها أمها لنصرة بيت المقدس. ما هو الدرس التربوي الذي نأخذه هنا؟ أم مريم التي هي زوجة عمران وضعت يدها على أهم شيء في فقه تحرير البلاد، أهم شيء في فقه تحرير البلاد، ومنها تحرير بيت المقدس، أن نحرر نفوسنا. فلاحظوا الشرط الذي وضعته امرأة عمران، قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. ووقت قالت امرأة عمران هذا الكلام كانت بيت المقدس تحت الاحتلال الروماني، فتحرير البلاد من الاحتلال الروماني أو الاحتلال الصهيوني أو أي احتلال آخر، إنما يحتاج أول ما يحتاج إلى أن نربي جيلا محررا. إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا من ماذا؟ محررا من العبودية للشيطان، محررا من الإشراك بالله عز وجل، محررا من الجهل، محررا من الخوف، محررا مما لا يرضي الله عز وجل. تخيلوا إخواني الكرام، لو أن كل بيت في فلسطين، ولو أن كل بيت في العالم العربي والإسلامي نذر أولاده محررين لنصرة بيت المقدس. الآن ما الذي يعوقنا عن تحرير بيت المقدس يا إخوة؟ نحن تم احتلال أخلاقنا، وتم احتلال أفكارنا، هناك غزو فكري سبق غزو بلاد المسلمين، وهناك استعمار أخلاقي سبق استعمار بلدان المسلمين. فإذا أردنا أن نحرر بلداننا، وإذا أردنا أن نحرر مسجدنا الأقصى، فلنحرر أولا أنفسنا. ربوا أولادكم على الحرية الحقيقية، حرية الدين، الحرية لله عز وجل، أن نحرر أنفسنا من كل ما لا يرضي الله عز وجل. واجعلوا شعاركم في طريق عملكم لتحرير بيت المقدس تحرير أنفسنا. انذروا أولادكم محررين ليحرروا بيت المقدس. حرروا أولادكم من الموضة، حرروا بناتكم من الموضة، حرروا أبناءكم من التقليد الأعمى للغرب ولغير الغرب. لنحرر أنفسنا نحن من الخوف ومن الجبن ومن التخاذل عن ميادين نصرة الدين ونصرة مسجد الله ونصرة المسجد الأقصى المبارك. إذن هذه القبة، قبة مهد عيسى، تذكرنا بمريم عليها السلام التي نذرتها أمها محررة لبيت المقدس. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحرير أنفسنا، وأن يعيننا على تربية أبنائنا ليكونوا محررين لبيت المقدس. عسى أن يكونوا ممن يحررونه حقيقة وواقعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.